بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سعدت اليوم أن ألتقي بأحد الإخوة الكرام ذي اسم كريم. يونس بن خلفان بن مسعود الحديدي. لا أخي يونس، ما اسم هذه المؤسسة التي أنت تعمل فيها؟ رواب الفيقين. رواب التجارة، ما أبرز الأشياء التي تمارسون فيها التجارة؟ المواد الكهربائية والصحية. جميل، المواد الكهربائية والصحية، جميل. هذه المؤسسة كون موقعها على الطريق وأهمية هذا المكان، فهي تقدم خدمة للناس. كيف نجحتم في جذب الزبائن إليكم؟ يعني أنا لاحظ ما شاء الله سيرة جيد، الناس أحيانا جزاهم الله خير. هي بالمعاملة، المعاملة، أيوة، المعاملة الطيبة. ونفس الشيء نحن قديمين موجودين في السوق من سنة 1996. جميل. يعني حوالي 25 سنة. إذن المؤسسة مرت بمراحل وسلكتم يعني لهدف الزيت. سلكنا أكثر شيء، يعني بدأنا بالبسيط والحمد لله. لا، هل ترى أن ممارسة التجارة فيها مشقة؟ لا والله، ما فيها مشقة، ما فيها مشقة، ماشي، ما في يعني في عقبات، ولكن الحمد لله رب العالمين في تسهيلات. جميل. ما هي المتعة التي يجدها التاجر يعني في عمله التجاري؟ المتعة التي يجدها التاجر هو انه يكسب من رزقه من عمل يدي. ايوه، بجانب ايضا تنوع الشخصيات اللي تزوره في المحل وكذا، واكتشاف الاشياء الجديده اعتقد ايضا. أيوة. من الاغراض التي يتخصص صحيح فيها، رساله تحب ان توجهها للاخرين، شخص يريد يمارس مثل هذه التجاره، ماذا تنصحه؟ انصحه عليه بالصبر في هذه التجاره، فهي تبدا بالبسيط مرورا بالذا شيء في شيء، يعني صاعدا. جميل. نفس الشيء لا 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 عشان يكون الصبر عنده لا يستعجل في الربح. جميل. يعمل له بس فقط في البداية، يعني كتأسيس شركة. جميل. تأسيس يعني. زي تفاوت الزبائن بين منهم، يكون إنسان غبور، إنسان مستعجل، إنسان متأني، كيف أنتم تتعاملون مع مختلف الشخصيات؟ يعني تجد تفاوته في الناس اللي يقيوكم، يعني وانتم تريدوا كسبهم. والله في تعامل، في كثير يعني شيء. ناس مستعجله، وفي ناس يعني ما يعجبها الشيء. بس لازم التاجر في الصبر. صبر. جميل. للمستحيل. جميل. عليه بالصبر. والهدوء ايضا كردة فعل. كردة فعل. جزاك الله خير، سعدت حقيقه ان التقي بك، واتمنى لكم التوفيق والنجاح ومن تقدم الى تقدم. الله يحفظكم ويوفقكم. بارك الله فيك الأخ العزيز.